ازيكم حبايبي ومشاهديني، يا رب تكونوا بخير وبصحة، وكل عام وانتم بخير. بمناسبة العام الدراسي الجديد بقى، قلنا نعمل معاكم العيش الفينو الخطير الجميل ده بنظافة وبسهولة في بيتنا من غير ما نشتري من بره، ولا تكلفة ولا عدم نظافة ولا أي حاجة، هنعمله بنظافة في بيتنا بأقل إمكانيات، وبتلات كوبايات ونص من الدقيق هنعمل كمية حلوة جدا معاكم، وعيش طري وطراوة وتحفة وجميل. بصوا شايف شكله ونعومته وجماله ولمعانه، حاجة كده ما حصلتش، وهتعملوه بكل سهولة. نسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد. شايفين الجمال ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله على جماله وعلى لونه وعلى حلاوته. حاجة كده هتعمليها، هتعمل معاكي، هتعمليه في أي سندوتشات عندك، هتعمليه بأي مكونات عندك سندوتشات، حاجة كده تنفع في اللانش بوكس وعلى قدها، ومش هنعمله كبير ولا صغير، هيبقى وسط كده وجميل وبكل سهولة وكل بساطة وبأقل تكلفة. شايفين؟ يلا بينا كده، يلا بينا نشوف عملنا ايه في العيش الجميل ده. هنسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد، ونقول استخدمنا ايه في مكوناتنا. معايا انا في المقادير بتاعتي 3 كوبايات ونص من الدقيق، و3 معالق من السكر، نص كوباية مية دافية، ومعايا بيضاية وكيس خميرة فوري، ونص كوباية لبن، وحوالي 2 معالق خل كبار، و3 معالق من الزيت. بدأت كده فصلت البيض عن الصفار بتاع البيضة، وهبدأ طبعا البيض هو اللي استخدمه في العجينة، والصفار هدهن بيه الوش طبعا، وهقول لكم اعمل ايه دلوقتي. 2 معالق لبن كده وهقلبهم فيه وهدهن الوش، وفانيليا طبعا عشان الزفارة. بدأت نزلت بالكيس الخميرة بتاع الفوري بعد ما قلبت السكر كده في الميه. انا معايا كده هستخدم نص كوبايه الميه الدافيه ونص كوبايه اللبن، يدوبك على 3.5 دقيق، يدوبك استخدمت دول بس، والمعلقتين الخل و3 معالق زيت. بدات قلبت كده الخميره، اسيبها على جنب كده 10 دقايق على بال ما تتفاعل، واكون انا جهزت مكونات الجافه بتاعتي، اغطي عليها كده وهسيبها. هحط طبعا ذره ملح على مكونات الجافه، وحوالي معلقه يعني مش صغيره قوي ولا كبيره بيكنج بودر، ده طبعا عشان هيشان العجينه وهتخليها لي هشه ومنفوخه، والرغيف هيبقى كويس معايا. بدات كده نزلت بالمكونات الجافه اللي هو البيكنج بودر طبعا مع الملح، وهقلب طبعا الدقيق كده تقليبه حلوه، طبعا هنخلى الدقيق بتاعي عشان يديني احسن نتيجه، والدقيق عادي جدا على فكره، ممكن دقيق متعدد الاستخدامات سايب، ممكن الاكياس، انا جايبه السايب اللي هو الكوثر. بدات كده نزلت طبعا الخميره بتاعتي اتفعلت، نزلت بيها وببياض البيضه، وهنزل طبعا ب3 معالق زيت، هوريكم برضو الخل بتاعي 2 معالق خل والبياض، وابدا اقول لكم نزلت بالزيت. انا ما نزلتش بمعلقه يعني، نزلت انا عارفه بالوهم كده كام زيت هستخدمه، نزلت كده بحوالي يعني 2 معالق ل3 زيت الشكل ده. طبعا ده بيديني نعومه في العجينه، كل حاجه ليها حاجه في العجينه بتديني وصفه معينه او بتديني ميزه معينه. بدات قلبت عجينتي كده والمكونات بتاعه، انزل باللبن بتاعي بالشكل ده تدريجيا كده لحد ما العجينه تلم معايا. انا استخدمت نص كوبايه اللبن كلها ونص كوبايه الميه بتاعه الخميره. هبدا كده اقلب بقى مع الزيت مع المكونات اللي انا حطيتها لحد ما لمت العجينه معايا وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين حبايبي؟ هتبقى عجينه معايا ملسه ناعمه جميله طريه، طبعا ما بسيبهاش، ما بتبقاش ناشفه معايا قوي، بتبقى برده فيها سنه طراوه شويه، طريه شويه، بحيث انها تديني احسن نتيجه في العيش، زي ما الافران بالظبط بتعمل، بس هما بيحطوا محسنات حاجات بتتعب المعده، احنا مش هنعملهم محسنات ولا الكلام ده. المحسنات بتاعت البيكنج باودر والخل بتاعنا ده اللي هيخليه هيدينا احسن نتيجه بطريقه صحيه. بدات كده هسيبها ساعه، ساعه الا ربع، من ساعة لربع ساعة تخمر، ادتني خمران كويس جدا وهيشان في العجينة، شايفين باينة من وهي خمرانة ان هي تطلع نتيجتها جميلة. هبدأ كده برش الدقيق على المفرش، وهبدأ انزل هقطعها كده قطع على قد رغيف عيش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا بعد ما هكورها كور صغيرة هسيبها حوالي ربع ساعة ترتاح او 10 دقايق ترتاح معايا وتبقى كويسة جدا. هبدأ ان انا بططها، هقول لكم دلوقتي هعمل ايه. شايفين حبايبي؟ هنزل بقى بايه، باول رغيف انا كورته وارتاح معايا، هبدا انزل كده على مفرش وبططه، اخليه حوالي دايره كده او بيضاوي بالشكل ده، يا دايره يا بيضاوي، يطلع معاكي يا الشكل ده يا الشكل ده. وابدا بالشكل كده الم كده عجينتي رول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بدات كده بطط عجينتي بالنشابه كده لحد ما فردت معايا مدوره
سواء مدورة أو بيضاوية، اللي هتطلع معاك الشكل هتلميها رول برضو. بدأت كده رول صغير كده بالشكل ده، وهبدأ ألم من الجناب وهبدأ أقفل عجينتي تقفيل كده بسيط، وهبططها برضو على يعني أدوس على الحتة اللي أنا قفلتها كده على المفرش بالشكل ده، ألفها كده. وهنزل بقى في صينية مدهونة بالزيت، هنزل بالرغيفة بتاعتي اللي أنا عملتها بالشكل ده لحد ما تختمر معايا، وهتاخد لها حوالي تلت ساعة. اما اكون بطلت كل عجينتي هتاخد ربع ساعة بعدها. وطبعا هشغل الفرن على درجة حرارة 200، هيفضل معايا يجي تلت ساعة شغال. بدأت كده لميت عجينتي بالشكل اللي انتوا شايفينه رول كده، وهقفل من الجناب ومن النص بالشكل ده، وهدوس عليها كويس جدا عشان ما تفتحش مني، وتبقى الرول بتاعي والرغيف بتاعي مظبوط 100%. شايفين شكل الرغيف بتاعي ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. بدأت كده برضو في الرول التاني التالت، هوريكم برضو عملته ازاي، وهفرده طبعا بشوية دقيق كده عشان ما يلزقش معايا لان عجينتي طرية جدا. هبدأ كده لم برضو عجينتي كده رول برضو بالشكل ده، واقفل وهقفل برضو من الجناب، وهبدأ اقفل من النص، واخلي ايه الرغيف بتاعي متساوي مظبوط من النص ومن الطرف بالشكل ده. انا عايزة حجم واحد. اعمل كده كل الارغفة بتاعتي، عمل معايا حوالي 13 من الارغفة، يعني ما شاء الله 3.5 دي عامل لي 13 رغيف. شوفوا انت بتشتري بقى العيش عندك، بتشتري مثلا الاربعة بخمسة جنيه تقريبا او اقل او اكتر، مش عارفة حسب منطقتك ما بتبيعه، ممكن يبيعوا التلاتة بعشرة جنيه كمان الكبار او الاربعة بعشرة. بدأت كده هدين بقى بصفار البيضة بالشكل ده، وطبعا الفرن عندي شغال على درجة حرارة 200 لحد ما ساخن معايا تلت ساعة كده. هبدأ هدين كده وادخل العجين بتاعي اللي انا بططته ده الفرن. بدأت كده خلصت كده الصينيات بتاع الصواني بتاعتي، وهبدأ بقى ادخل الفرن بتاعي حوالي ربع ساعة، من ربع ساعة لتلت ساعة، وفي الاخر في اخر 3 دقايق بفتح الشواية حاجة بسيطة عشان يديني اللون النهائي اللي هو اللون الدهبي اللي انت شفتيه ده، شايفين حبايبي. وده بعد ما دخلت الفرن قعد حوالي تلت ساعة بالشكل ده، منهم ال3 دقايق اللي انا بشغل عليهم الشواية، طلع بالمنظر الجميل والعسل والعظمة ده، شايفين حبايبي. ما كملش تلت ساعة، كمان ربع ساعة تاني، شايفين حبايبي شكله وجماله وذهبي وتحفة وطري، ومن غير ما ارش مية ومن غير ما اعمل له اي حاجة، من غير ما اغطيه من غير حاجة، لسه ما غطتش عليه، شايفين شكله وجماله وقوامه حاجة كده، ونعومة ايه وجمال ايه، واحلى من الجاز بمراحل. جربيه مش هتخسري حاجة، وباقل امكانيات في البيت بطريقة سهلة وبسيطة هنعمله، ولا تكلفة ولا مجهود ولا اي حاجة ياخد منك اي تكلفة ولا مجهود. شايفين حبايبي شكله وجماله حاجه كده تحفه وجميله، ولاولادنا صحيه، وهتعملي سندوتشات لاي حاجه عندك هيتعمل سندوتشات. شايفين حبايبي شكله وجماله. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس على علامه الكره لو عجبكم الفيديو. اشوفكم على خير في فيديوهات جايه ان شاء الله، ونشوف معاكم برضو حاجات المدارس وقرص برضو، حاجات جميلة هنعملها معاكم ان شاء الله، والقرص المحشية برضو هنعملها معاكم بطريقة جميلة. العجينة اللي انا عملت بيها دي هتنفع لأي معجنات عندك، للبيتزا للعيش لأي حاجة عندك هتنفع. جربيها جميلة وخفيفة وهشة وتنفع لكل حاجة ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. اشوفكم على خير حبايبي في فيديوهات جاية ان شاء الله.